فالنادي الاهلي كبير وعمره ما حد هيخش فيه. الخطيب يوم ما كسب محمود طاهر وحسن حمدي كانوا معاه الصبح، كان في جلسه، انا واحد من الناس كنت داخل ابارك، بص لقيتهم كلهم قاعدين مع بعض ومفيش اي حاجه. وما عندك بص حضرتك، الخطيب ومحمود طاهر وحسن حمدي ناس فوق الحوار اللي ملوش لازمه. و اسم النادي بس هو اللي حلو وكبير والناس كلها بتحبه، وانا من واحد من الناس اللي احب ابقى موجود في المنظومه عشان اشارك في النجاحات واشارك في كل واحد يتمنى ان يكون في هذا البوزيشن. فما يا ما دقت على راس طبول اللي هي ايه؟ المصالح. انت مصلحتك مع فلان النهارده عاش الملك، مصلحتك مش موجوده مات الملك، فما تفوت واقرا الجورنال هتفهم على طول. انت بقيت بتفهم دلوقتي على طول، زمان احنا كنا مش عارفين. انا كنت اعرف ان فاتش اسمه عبد المجيد نعمان الله يرحمه زمان وعباس لبيب دول اهلاويه، ناصر سليم ومحمود معروف دول زملكاويه، تعالوا نشوف الزملكاويه بيقولوا ايه وتعالوا نشوف الاهلاويه، والاربعه يعني جامدين جدا ويحبوك جدا، مكاوي مستكاوي يعني فاهم قصدي ايه، ناس لطيفه وليها خفه دم وليها، ويقول لك المجري ويقول لك الخطير والمعلم وترافولتا ومش عارف ايه، كانوا معيشيننا في جو لطيف جدا وكان بسيط جدا وكنا بنقدر ننتج فيه. الامكانيات لما كترت والتورته كبرت والبطولات، انت بقيت بتاخد بطوله وتروح اليابان دلوقتي، تخرج من اليابان على القارات ما انت بتنجح، انت بتكبر بتكبر بمشاكلك التزاماتك ومشاكلك، كل واحد عايز يبقى موجود، كل واحد عايز يبقى يقول انا انا اهو انا ده فلان لما يقول لك خد قرش زياده يا لهوي بياخد كل ده، طب ما انت لو جيت انت مكانه هتعمل ايه؟ هو عايز يبقى زي فلان. هي شويه مصالح كده رايح دماغك ما فيهاش تعدي، بس هي عايزه تبقى. هو على فكره يا كابتن انا مريح دماغي، بس انا مش انت الكلام مش عليك الكلام انت. الكلام مالكش عليك انت محمد، انت تريح انت دماغك. الكلام المشاهد الناس تريح دماغها لا يصح الا صحيح في الاخر بالظبط. و اجري جري الوحوش غير رزقك لان دي وحوش. دايما كابتن شريف عبد المنعم لازم يدينا حاجه كده تخرجنا من المود. احنا عندنا لسه كلام كتير ولكن بعد هذا الفاصل ما تروحوش بعيد، نادي الاهلي حديد في حديد.